بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان، وحلقه جديده ويوم جديد من زملكاوي. بعد المقدمه ان شاء الله باذن الله هيبقى ضيوفي النهارده الاستاذ الناقد الرياضي الكبير استاذ صبحي عبد السلام، ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ايهاب الفولي، وايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد نبيل، وحوار عن ما يحدث لنادي الزمالك في الفتره الماضيه وما يحدث في مستقبل الزمالك في الفترة القادمة، خاصة إن الحقيقة النهاردة المستشار مرتضى منصور اتكلم على صفحته طبعا وعلى موقع الرسمي لنادي الزمالك أن الشركة الوطنية أو شركة المقاولات بدأت بالفعل في بناء نادي 6 أكتوبر بنادي الزمالك، ودي حاجة الحقيقة سعدنا بيها جدا 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 النهاردة، والبدء في بناء نادي الزمالك في اكتوبر، ودي طبعا وصول المعدات قدام حضراتكم في الصوره، وصول معدات لموقع نادي الزمالك في 6 اكتوبر، والبدء في اعمال الانشاء فورا بعدما طبعا مجهود كبير من مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى، وايضا من كل الناس اللي يهمهم امر نادي الزمالك، لان انشاء فرع زي ده الحقيقه هيبقى إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وتضاف إلى إنجازات هذا المجلس اللي موجود مع المستشار مرتضى منصور الحقيقة، لأن بنتكلم على توسيعة نادي الزمالك. نادي الزمالك الحقيقة بالرغم من الأعداد الكبيرة جدا جدا اللي في 100 عقبة، الحقيقة أعداد ضخمة جدا، جمعية عمومية، أكبر جمعية عمومية في تاريخ نادي الزمالك وتاريخ الأندية الرياضية أعتقد، العدد ما شاء الله. بالتالي افتتاح هذا الفرع ان شاء الله باذن الرحمن، او البدء فيه عفوا البدء فيه بناء فرع اكتوبر، دي حاجه الحقيقه طبعا زي ما قلنا تضاف الى مجلس المستشار مرتضى منصور، لان احنا كنا في حاجه شديده جدا جدا الحقيقه ان يكون في هناك فرع اخر لفرع نادي الزمالك، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاعداد بتكتر والامور بتتطور، فده تخفيفا على كل اعضاء الجمعيه العموميه اللي بقى في سكان زايد واكتوبر والمناطق اللي قريبه من هنا، هيستمتعوا ان شاء الله بعد فتره بعد ما يخلص هذا المشروع الكبير جدا جدا. وفي هذا الصدد المستشار مرتضى منصور وجه الشكر لشركه المقاولات بعد بدء في بناء فرع اكتوبر. طبعا رئيس نادي الزمالك تقدم بالشكر لشركه المقاولات المسنود لها بناء فرع النادي ب 6 اكتوبر واستاد نادي الزمالك الجديد. اكد المستشار مرتضى ان الشركه بدات في تدخل معدات النظافه لارض الموقع، وستقوم بادخال باقي المعدات خلال الساعات المقبله باذن الله. وتابع المستشار مرتضى قائلا احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره سيتواجد صباح الغد في الموقع مع مهندس الشركه لبدء العمل في مشروع الضخ، بكره ان شاء الله باذن الله هيبدا ان شاء الله باذن الله في رفع الانقاض زي ما بيقولوا وتنظيف، ثم بعد كده بدء في عمليه البناء، بناء نادي 6 اكتوبر واستاد الزمالك الجديد. طبعا حاجه جميله جدا، وتوجه رئيس نادي الزمالك بالتهنئه لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين ولجماهير نادي الزمالك العظيمه بمناسبه اللي افتتاح هذا او بدء في بناء مشروع باذن الله نادي الزمالك في 6 اكتوبر واستاد نادي الزمالك الجديد. ودي صور طبعا حيه التقطت النهارده من الموقع اللي هيبدا فيه، شايفين طبعا العربيات واللودرز من شويه، اللودرات دي هي وعربيات يعني هي كتيره جدا انتقلت الى المكان الاستاد، عارفين طبعا هي مراحل كتيره جدا، المرحله الاولى اكيد مرحله رفع الانقاض والتوضيب والتنظيف والكلام ده كله، ثم بعد كده تيجي المعدات لارساء ان شاء الله الاساس لهذا المشروع الضخم اللي هيبقى بمثابة إضافة لنادي الزمالك. بالتأكيد طبعا بنبارك لجماهير نادي الزمالك وجماهير أعضاء الجمعية العمومية أكيد طبعا
اللي هيستمتعوا بهذه المنشأة الكبيرة جدا جدا، واستاد النادي طبعا هيبقى حاجة مفخرة ان شاء الله باذن الله. طبعا بنبارك للمستشار مرتضى منصور على البدء في هذه البدء في بناء فرع اكتوبر وايضا استاد نادي الزمالك الجديد. الف مليون مبروك وان شاء الله باذن الله. زي ما قلنا يا جماعه، دي طبعا الانجازات اللي موجوده على الواقع من مجلس مرتضى منصور او مرتضى منصور بمعنى اصح. ولما بنيجي نتكلم على الطفره الانشائيه اللي حصلت الحقيقه في السنين اللي فاتت او اللي عقبت فوز المستشار مرتضى بعد قبل ما يجمد وبعدين رجع تاني وهكذا، لا يعني بتتكلم على تغيير شامل في نادي الزمالك، تغيير جذري. انا في نادي الزمالك يا جماعه من 80 81، كام سنه يا رجاله؟ ما طبعا كنت يعني 41 سنه، انا 41 سنه داخل هذا النادي وعصرت مجالس ادارات كثيره جدا 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 جدا، كلهم على راسنا من فوق، كلهم محترمين وعلى وناس الحقيقه خدموا نادي الزمالك، محدش يقدر يقول هذا الكلام. ولكن الاختلاف اللي حصل في من مستشار مرتضى وطريقه شغله وطريقه تعامله مع الاعضاء، انا بشوفها طبعا يوميا في نادي الزمالك مختلفه تماما الحقيقه، يعني عن اي رئيس نادي جه في نادي الزمالك قبل كده. وزي ما قلت كل التقدير واحترام لكل الرؤساء اللي فاتوا، لكن طريقه التعامل مع الاعضاء وطريقه الشغل وطريقه التعامل حتى مع الموظفين، النهارده صرف المرتبات امبارح واول والنهارده استمرت عمليه صرف المرتبات برغم الضائقه الماديه وحجز على الاموال، الحاجات دي يا جماعه ما حدش حاسس بيها. بكلمكم بجد، احنا بنتكلم على حاجات كتيره جدا حدثت داخل نادي الزمالك لما كان في فلوس ولما ما كانش في حجز على الارصده بتاعه نادي الزمالك وكانت الدنيا حلوه. شفنا لعيبه محترمه داخل نادي الزمالك، شفنا صرف كتير جدا، شفنا منشآت كثيره جدا، شفنا ملاعب، شفنا صالات تايكوندو، صالات جودو، شفنا صالات جيم، شفنا حمامات سباحه، شفنا مباني اداريه جديده، حاجات كتيره جدا. النهارده بس انا كنت في نادي الزمالك الصبح لقيت مجموعه استشاريين مهندسين داخلين نادي الزمالك الساعه حوالي 12 الظهر، و ليعملوا لتجديد ملاعب الناشئين، وانا سعدت جدا، فرحت جدا بالحقيقه هذا الخبر، لان الملاعب الحقيقه برغم ان اول ما جينا المستشار مرتضى عمل هذه الملاعب كنا بنتمرن في تراب وكنا بنتمرن بره، بنحجز ملاعب بره، ما كانش فيه انتماء، ما كانش فيه ولاء، الولاد كان بيبهدلوا في مواصلات، حاجات ناشئين بقى وحاجات شغل صراحه، شغل يعني مراكز شباب مش نادي، خلينا نكون صراحه، يعني شغل مراكز شباب مش نادي. ولكن لما جه المستشار مرتضى والملعبين اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك اتشالوا تماما، وجه جت احدث نجيله صناعي في لذلك الوقت، خلي بالكو كانت احدث حاجه وتعملت على احدث مستوى، والحقيقه استمتعنا بيها جدا وحسينا ان احنا في نادي الزمالك، جوه نادي الزمالك. والناشئين طلعوا عندنا النهارده 12 بل 17 ناشئ، منهم 10 في الفريق الاول ما بينزلوش تحت، ما بيشوفوش فرقهم. في 7 بيتمرنوا دلوقتي، في النهارده فريق الامل اللي اتعمل، كل دي حاجات كلها انجازات سياسه رئيس نادي، سياسه نادي، غير البطولات اللي دخلت النادي الزمالك سواء على مستوى الكوره، مستوى الطايره، مستوى اليد، مستوى السله. احنا كنا يا جماعه الطايره واليد كانوا في هينزلوا درجه ثانيه. النهارده الطايره بتاخد 2 دوري و2 كاس ورا بعض وحاجه محترمه جدا، اليد نفس الكلام بياخد كاس الكؤوس الافريقيه. وصلنا لمستوى الحقيقه مستوى عالي جدا، ولسه بس المشكله تتحل. انا بقول لكم لسه في طموحات كتيره عند مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى والناس اللي شغالين في، لسه في طموحات كتيره جدا للاعضاء الجمعيه ولنادي الزمالك ولجماهير الزمالك، بس الدنيا تتفك، الدنيا تبقى نشم نفسنا،
ادونا فرصه نشم نفسنا، اتفرجوا على الشياكه والجمال. ادي فرع اكتوبر، ده تصور لاستاد نادي الزمالك ونادي 6 اكتوبر، فرع 6 اكتوبر نادي الزمالك. تخيلوا بقى ده لو بص يا جماعه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ماكيت طبعا او صوره تخيليه لما سيحدث في المستقبل. بص يا جماعه حاجه جميله جدا، معمول ب3 دي طبعا، حاجات في منتهى الشياكه. ادي الملاعب، هتلاقي بقى نظافه، هتلاقي ملاعب مختلفه، هتلاقي مدرجات، هتلاقي مطاعم، هتلاقي حمامات سباحه، هتلاقي بتفرج اتفرج لسه بقول حمامات سباحه، لا مجمع حمامات سباحه واكوا بارك. بتتكلم في الحقيقه تطوير ما بعد تطوير. الكلام ده لازم يحسب وينسب لاصحابه، ولازم نشكر اصحابه. مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى، وبخص بالذكر مرتضى منصور، لان مرتضى منصور هو اللي هي متولي القصه دي بشكل كبير ومجلسه طبعا. لكن الفرع ده يا جماعه ان شاء الله يكون بهذه الشياكه والجمال اللي احنا شايفينه. منطقه برضو منطقه النادي الاجتماعي اللي هي فيها الحدائق وفيها المطاعم وفيها مبنى اجتماعي على اعلى مستوى. والحقيقه ده نقله كبيره جدا لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. يا رب يوفق، ادي صالات الجيم، يا رب يوفق الناس في ان هم يعملوا ينفذوا الكلام ده. ودي في حدائق اطفال طبعا، ينفذوا الكلام ده يا جماعه. الكلام ده ان شاء الله باذن الله هيبقى عرض الواقع خلال سنوات عديده، يعني مش سنوات على تعد على اصابع اليد الواحده يعني. فبالتالي كل التقدير والشكر لمرتضى منصور ومجلسه. وخلي بالكوا دي منطقه صالات العاب وفندق ومسجد كمان اهو ما شاء الله. الحاجات دي الارض دي خلي بالكوا يا جماعه، يعني برضو مفاجاه ليكوا او ما اعرفش انتوا عارفين الكلام ده. الارض دي كانت اتسحبت من نادي الزمالك لو تفتكروا، لما كان مرتضى منصور مش موجود مع مجلس الدكتور كمال درويش، لما رجع المستشار مرتضى رجع الارض دي، رجعها ازاي بقى ما تقوليش. راجل عنده يعني فاهم في القانون وفاهم في اللوائح، والحقيقه كان له فضل كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى في استعاده هذه الارض اللي هتبقى بعد سنوات ان شاء الله مقر جديد لنادي الزمالك. عامل طبعا مركز طبي، قاعد مؤتمرات، منطقه العاب جماعيه، ما شاء الله حاجات الحقيقه يعني نادي عالمي، نادي عالمي الحقيقه طبعا بالتاكيد. كل الكلام ده يا جماعة هيبقى على أرض الواقع خلال سنوات قليلة بإذن الرحمن. وأكيد طبعا زي ما قلت لحضراتكم أن هذه المنشأة سيبدأ العمل فيها غدا إن شاء الرحمن بإذن الله، طبعا في متابعة جيدة من مرتضى منصور ومجلسه. وهيبقى موجود طبعا أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في الموقع، بيباشر ويتابع بنفسه. وهننقل لكم طبعا بكره ان شاء الله باذن الرحمن ده الاستاد الجميل. بصوا ما شاء الله شعار الزمالك عليه ازاي، وتحفه فنيه الحقيقه، من الحاجات يا جماعه الحقيقه الواحد هيبقى سعيد بيها جدا 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 انك تنقل نادي الزمالك هذه النقله الحضاريه الانشائيه المعماريه الرياضيه الكبيره جدا جدا. طبعا حاجة محترمة، حاجة الحقيقة نفتخر بها جميعا، زي ما بنفتخر بالمنشآت اللي اتعملت داخل نادي الزمالك في ميت عقبة، نفتخر في هذه المنشأة اللي على أعلى مستوى، سواء على المستوى الرياضي، المستوى الاجتماعي، المستوى الإنشائي، حاجات الحقيقة المستوى الترفيهي، لأن فيها حاجات ترفيه كتير جدا لأطفالنا وأولادنا. بالتأكيد ده مجهود يعني مضني. وفي ظل الأزمة المالية، يعني في ظل إن إحنا ما عندناش فلوس وبنعاني معاناة شديدة، أنا شفت فرحة الموظفين. هتقول لي يا كابتن طارق ما ده حقهم، ماشي، ما أنا ما حدش اختلف، وهو نفسه مرتضى منصور ما اختلفش مع عادي. بس في ظل الزنقة اللي أنت فيها وحجز على أموالك في كل أرصدة في كل البنوك، تيجي تقول لي قبض العمال. أنتوا عارفين عمال الزمالك كام عامل؟ الموظفين اللي فيه كام عامل؟ الرياضيين كام حد؟ مهمة ثقيلة. عشان تدبر الفلوس دي انت عايز مجهود مضني، عايز حاجة دماغ كده ايه
من فولاذ زي ما بقول، دماغ تفكر وتشتغل وتجيب الفلوس تحت الارض. ده اللي وانا الحقيقه بشكر اعضاء الجمعيه العموميه يا جماعه، لان اعضاء الجمعيه العموميه توجهوا امبارح والنهارده ل مكاتب الاشتراكات عشان يدفعوا فلوس، عشان الزمالك ما يحتاجش لحد. حتى لو الازمه الماليه استمرت او الحجز على الارصده استمر، النهارده في وعي، وعي حقيقي من اعضاء الجمعيه العموميه، ان هم راحوا امبارح والنهارده واول لمكتب الاشتراكات ودافع. انا شخصيا رحت، انا شخصيا عضو عامل، ورحت النهارده الحقيقه وخدت الاستمارات بتاعتي، وان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله، لان كنت جاي القناه ما كانش عندي وقت. فانت بتتكلم في مساعده من وعي الجمعيه العموميه، ده مهم جدا. واقفين ورا رئيسهم مجلس اداره دكتور منصور ومجلس ادارته، واقفين معاه بيساندوه معنويا وماديا، من كتر ما الناس حست باهتمام الراجل بيهم، ومن كتر ما الناس حست ان الراجل ده يعني بيجي ويجي معاه الخير، فبدات الجمعيه العموميه تحس بهذا الكلام. تواجدوا النهارده، انا دخلت النهارده نادي الزمالك الاشتراكات على بعضها، يعني الاعداد بتتزايد كل يوم. حس ووعي الحقيقه ومسانده من اعضاء الجمعيه العموميه لمجلس ادارتهم، لان حاسين ان احنا يعني في زنقه. فلا طب ليه؟ ما انا عندي فلوس، عندي اعضاء الجمعيه العموميه بالالاف بالالاف، ويقدروا يدخلوا مبلغ محترم لينتعش به خزينه نادي الزمالك. وانا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه الحقيقه على المبادره بتاعتهم، لان هم الحقيقه يعني حسوا ب يعني المعاناه اللي بيعانيها مرتضى منصور ومجلسه في قصه الحجز على الاموال. فالناس الحقيقه مجرد ما حسوا ان الراجل رجع ودخل النادي، بغض النظر عن هناك طعن في بعض القضايا، دي قصه ملهاش علاقه ب حس اعضاء الجمعيه العموميه بان الراجل حاسس بيهم وبيحاول ان هم وحاول ان هو يسعدهم دايما ابدا بكل شيء، سواء عن طريق المنشات، سواء عن طريق الراحه النفسيه، سواء عن طريق كل شيء الحقيقه بيوفره المستشار مرتضى منصور داخل نادي الزمالك. فبالتاكيد طبعا انشاء او البدء في بناء فرع اكتوبر استاد الزمالك الجديد حاجه مشرفه جدا، بنشكره عليها طبعا بالتاكيد، لانها حاجه من الحاجات اللي ساعدتنا انا شخصيا. احنا نفسنا كنا نشوف قناه للزمالك من زمان، كنا بنقول يا جماعه طب هو الزمالك ده مش زي ريال مدريد وزي مثلا برشلونه وزي الانديه كبايرن ميونخ، الناس دي عندها قناه، عندها حاجه نقدر نطلع بيها صوتنا، صوت اعضاء الجمعيه العموميه، صوت اعضاء النادي، صوت الرموز النادي، صوت لعيبه النادي، نعرض فيديوهات اللعيبه. انا شخصيا ما اعتقدش الجيل ده يعني اتفرج على معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب، جيل الثمانينات بتاعي انا مثلا، كل الولاد اللي بيشجعوا دلوقتي هتلاقي اللي موجود يعني من ايامنا مش يعني لا يعني عدد قليل، مش كتير قوي، من غير من 10 20 سنه. النهارده بيتفرجوا على فيديوهات ويشوفوا جيل الثمانينات وجيل الستينات وجيل السبعينات وجيل التسعينات والالفيه، وبيفتكروا اللعيبه بتاعت زمان. فمن الممكن جدا ان انت يكون عندك شرائط فيديو، لكن مش قناه بتعرضها لك. دي قناه نادي الزمالك اللي احنا فيها، اللي الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الى المستشار مرتضى منصور والشركه المتحده. لان انت النهارده فكره مرتضى منصور ان ينشر هذه القناه هي بمثابه منفس و منبر لراي حر، بغض النظر ان هو راي زملكاوي، لكن احنا بنقول هنا الراي الحر، ما بنجاملش حد. حتى لما بيجي مثلا كابتن ياسر عبد الرؤوف بيتكلم، لو في حاجه على الزمالك بيقولها، مع ان ده ممكن تضايقني انا شخصيا كمقدم برامج وانا قاعد معاه، بس هو بيقول حاجه من وجهه حاجه قانونيه انا ماليش انا اتدخل فيها، او ان انا ما بفهمش فيها زيه، لكن الحقيقه بتتقال هنا. فطبعا بالتاكيد ده اللي احنا او اللي ارساه مرتضى منصور منذ انشاء هذه القناه، بغض النظر عن اي شيء اخر او اعتبارات اخرى. وبالتالي احنا يا جماعه عندنا الحمد لله بفضل الله
قناه النهارده ان شاء الله باذن الله. عندنا فرع اكتوبر خلاص بدا يشتغل فيه، عندنا منشات، عندنا جمعيه عموميه واعيه، ناس واعيين. انا بحييكم اللي سامعني فيكم دلوقتي، انا بحييكم جدا، لان انتوا حسيتوا بازمه نادي الزمالك حتى لو كانت متاخره شويه، لكن احنا كنا عندنا امل ان تتحل، اما وانها ما اتحلتش فانتوا انتفضتوا ورحتوا النهارده الاشتراكات، وتباعا بكره وبعده لغايه 30/6 عندكم، لغايه 30/6 ان شاء الله ميعاد محترم تقدروا تدفعوا اشتراكات نادي الزمالك وتعوضوا الزمالك عن حجز على هذه الاموال. بنبارك للنادي الاهلي طبعا حصوله على بطوله افريقيا، مبروك للنادي الاهلي بالتاكيد، الروح الرياضيه تحتم علينا احنا، نبارك له ونبارك للنادي الاهلي على بطوله افريقيا بعد التعادل مع الوداد المغربي 1-1 في المغرب. اوسيريو بيعقد جلسه مع لاعبي نادي الزمالك. عقد الكولومبي خوان كارلوس اوسيريو المدير الفني نادي الزمالك بجلسه مع اللاعبين على هامش تدريبات الجمعيه اليوم النهارده الاحد، وحرص على تحفيز اللاعبين في المران بجانب شرح العديد من الافكار والجمل الفنيه المراد تنفيذها خلال التدريبات. عارفين ان هو بيلعب بطريقه جديده بعد التوقف، بقى هل ممكن يرجع للطريقه القديمه تاني؟ هل يستمر؟ الله اعلم. انتوا عارفين نادي الزمالك عنده مباراه في دور 16 يوم 23 يونيو الجاري ان شاء الرحمن باذن الله مع فاركو في دور 16 كاس مصر، فبيستعد الراجل بكل قوه بعد ما اخذ 4 أيام راحه هو ولعيبته، وبدا التدريبات بالنهارده. والحقيقه كان نادي الزمالك بدات تدريباته، ومستر خوان كارلوس اوسيريو اجتمع باللعيبه وقال لهم بعض التعليمات اللي ممكن جدا يستفيدوا بيها الفتره اللي جايه. تدريبات بدنيه لاعبي الزمالك بالتاكيد طبعا نادي الزمالك يعني بيحتاج بعد الراحه 4 أيام بالتاكيد لازم تخش على مرحله بدنيه ثم بعد كده مرحله فنيه ثم خططيه، وبالتالي يقدر نادي الزمالك ان هو يستمر في ادائه الجيد في الفتره زي الفتره اللي سبقت التوقف. الجهاز الفني قسم الفريق الى مجموعتين، كل مجموعه خاضت عدد من التدريبات البدنيه بالكره وبدون الكره زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده مستر اوسيريو بنفسه بيحط الاقماع وبيرص الاقماع عشان يبدا التدريبات، هم بيتمرنوا الصبح على طول على فكره خلاص الساعه 7 الصبح، ودي تعليمات مستر اوسيريو. بيتمرنوا الساعه 9 ماشي. مدحت بادئ قال لي الساعه 7 ليه؟ مدحت بينصب علينا يا جماعه. ماشي يا عم قلب الاسد. الساعه 9 متاكد يا خلوده؟ طيب التجمع 8:30 تدريبات 9 مفيش مشكله. مصطفى شلبي عاد للتدريبات الجماعيه الحمد لله على سلامته بعد حصوله على راحه من مران امس بسبب تعرضه لاجهاد عضلي. وانا هنا عايز اتكلم على مصطفى شلبي. الحقيقه طبعا هو اكيد الفتره اللي فاتت اشتغل على نفسه كويس واشتغل بشكل جيد، عشان كده ظهر بمظهر محترم في الماتشات اللي فاتت الحقيقه، و اثنى عليه جماهير نادي الزمالك سواء على السوشيال ميديا سواء اللي حاضرين الماتش سواء اللي بيتفرجوا عليه، حتى كباتننا في الاستوديو هنا اثنوا على اداء مصطفى شلبي. وانا بقول مصطفى شلبي صاحبته بعض المشاكل، مش صاحبته رفيقته يعني، انا بتكلم صاحبته بعض المشاكل في بدايه وجوده في الزمالك، منها ان الولد لما جه دخل على طول ما كانش خد على اجواء الزمالك والضغوط والكلام ده كله، وده طبيعي كلنا بدانا كده. مفيش شك برضو الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها اوسيريو اثرت على بعض اللعيبه منهم مصطفى شلبي، لكن لما بدا يتعود على هذه الطريقه بدا يخش بشكل جيد. نيجي تاني لحاجه مهمه جدا وهو التصريح الشهير ل رئيس نادي انبي. خلاص الراجل راح الزمالك، مفيش داعي ان انا اروح اتكلم على قصه تانية ملهاش معنى، اثر حتى على الولد نفسيا واثر على
علاقته بالجماهير ما لهاش لازمه يعني. انا كنت شايف تقدير واحترام من حضرتك، بس ما ينفعش ان انا اتكلم على لعيب راح نادي اقول ده هو كان مش ما ينفعش. خلاص الولد وبيأدي ما شاء الله النهارده، وصفقه الحقيقه محترمه جدا جدا جدا. هو نضاي بدا نضاي يشتغل بشكل جيد جدا ما شاء الله، حاجه دونجا يشتغل بشكل جيد. هي برضو الصفقات بدات تنطق بعد ما وقفوا على رجليهم وبداوا يشتغلوا بشكل جيد. عايز اقول اخر خبر عندي، اختبارات نادي الزمالك، انطلقت اختبارات نادي الزمالك في المحافظات يوم الجمعه الماضي، كان الجمعه والسبت 9 و10 يونيو داخل اسكندريه على مركز شباب سموحه. عندنا ان شاء الرحمن 14 و15 يونيو محافظه دمياط. دي خلي بالكم الاختبارات دي يا جماعه بتقام بناء على رغبه الزملكاويه او غير الزملكاويه، بيجوا النادي يتعاقدوا ونطلع بلجان محترمه جدا علشان نختبر ونختار مجموعه من اللعيبه المميزين. يوم 14 15 بمحافظه دمياط، يوم 13 الدقهليه على ملعب العمال، يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله 16 يونيو محافظه المنوفيه ملعب الشهداء، عندنا 17 يونيو الشرقيه ملعب الشباب الحسنيه، عندنا ان شاء الله باذن الله الحد 18 يونيو محافظة دمياط، أيضا الفيوم يوم 22 يونيو على ملعب الساحة الشعبية، عندنا طبعا جمعة وسبت 23 و24 يونيو محافظة البحر الأحمر في الغردقة على ملعب الذهبية. خلي بالكوا بمدينة الغردقة، خلي بالكوا احنا بنروح فين يعني، حاجة الحقيقة مهمة جدا جدا جدا، لازم حضراتكم تبقوا عارفينها بشكل كبير. مقارنه يتم الاعلان عن باقي المحافظات بقى ان شاء الله باذن الله هنعلنها تباعا. في برضه اعتقد المنوفيه يوم 8 يوليو على استاد الجامعه بشيبين الكوم، بس دي لسه طبعا هم ما جابوش موافق لاستاد الجامعه، اما يجيبوا موافق لاستاد الجامعه نبدا نعمل اختباراتنا باذن الرحمن. هطلع لفاصل ونستقبل نقادنا الرياضيين الكبار بعد الفاصل. المستشار بعد عوده الخدمات والانشطه زي حمامات السباحه؟ والله هو ابسط الامور ان نعتبر ان الروح وصلت للجسد وجات له تاني، واحنا فخورين بيه وربنا يخليه لنا ويخليه لنا على طول دوما، لانه النادي من غيره والله ولا يعمل حاجه ولا كنا بنجيه. ده طبيعي، كل واحد كبير لازم يزدي. كل واحد ناجح بيتعرض للحروب، ده شيء طبيعي. مين اللي بيحاربه؟ الناس اللي هي ما عندهاش، فلازم هتحاربه، فاهم؟ فبنقول له خليك ماشي على الطريق السليم، انت صح. اشكره طبعا، لان احنا المكان من غير حمامات السباحه ومن غير الحاجات اللي هي الاطفال بتستنى الاجازه تيجي عشانها، النادي ما كانش بيجي بصراحه. وعندي اختي ما كانتش بتيجي النادي من قمه البهدله اللي كانت فيه. لا بصراحه فرقت كتير، الحمامات كانت مش حلوه، المكان كله ما كانش نظيف، كانت فيه اهمال كبير، كان فيه
الدنيا كانت مبهدله خالص، كانت حسيت النادي نازل لتحت مش طالع لفوق، كله متدهول وكله فيه اهمال وكله، احنا عارفه كان بيتصعب عليا اول ما بخش النادي، مش هو ده النادي اللي احنا متعودين عليه، نظافه وكل حاجه، كل حاجه كانت فيها تغيير بجد. اقول له شكرا. الحمد لله على السلامه، احنا بنحبك طبعا جدا، وانا عارفه طيبه قلب حضرتك وبحبك جدا والله، والحمد لله على السلامه، ربنا يعينك ما شاء الله. من ساعه الحمد لله لما جيب السلامه البسين اتملى والدنيا بقت حلوه وجميله، وحسينا ان في امان، وبشكره جدا وبقول له الحمد لله على السلامه. لا احنا بنشكره طبعا على وجوده، في انجازات كتيره اتعملت في النادي، احنا شفنا النادي قبل وبعد كتير، ففي انجازات كتيره موجوده في النادي وفي افاده كتيره لينا ولاولادنا، فحابين المزيد من دوت واحنا مبسوطين بوجوده طبعا. هو بيتعرض لمؤامرات كتيره جدا بسبب نجاحه. ليه؟ انا من نادي هنا من سنه 70 عضويه، انا بتكلم بصدق وبدون اي شيء، اعظم من مسك النادي وحقق تطويرات فيه هو المستشار مرتضى منصور، ولما بيغيب وعدم فترته لو ما كانش موجود النادي بيبوظ، وان جربنا لما مشي وجت لجنه واتنين كان النادي في حاله انهيار سائر، فاحسن من مسك النادي هو المستشار مرتضى منصور ده حقيقه. وبيتهاجم المهاجمه دايما اللي بيبقى صاحب حق واللي بيبقى قوي لازم يتهاجم. اقول له الف حمد لله على السلامه، وحقيقي البهجه والامان رجع للنادي تاني. معظمنا ما كانش حابب يجي النادي زي ما كانوا قافلين معظم الخدمات، كان النادي نفسه بيقفل بدري، اما كل ده بعد ما رجع طبعا كل جه تاني، وده كان بعد عوده المستشار مرتضى منصور. حقيقي عرفنا قيمه وجوده في النادي، ويعني حرفيا ده فضل كبير علينا كلنا، فبنحب نشكره كلنا جدا، بنحبك يا مستشار. فتره غيابه كنت زعلانه قوي، انا ما كنتش عايزه اجي النادي الا هما لما يجي، يعني لما رجع انا اتبسطت قوي وكنت فرحانه. انا كنت بحبه قوي، واول ما مشي زعلت قوي وكنت مش بروح النادي، واول ما رجع فرحت قوي وكنت عايزه اتصور معاه. لما هو كان مش في النادي كنا كلنا زعلانين، ولما رجع كان النادي جميل قوي من كتر ما هو جه، وكلنا كلنا بنحبه. حبيبي والله الحمد لله على السلامه، ربنا يعينك، واحنا بنشكرك جدا ان هو يعني رجع لنا حمام السباحه، والنادي يعني نور، وكان لما هو ما كانش يعني ما كان لما مشي كان النادي ما كان النادي يعني وحش. قدامنا طبعا ده ال 3 دي بتاع الاستاد الجديد او المنشاه الجديده في فرع اكتوبر نادي الزمالك، وايضا الاستاد طبعا الاستاد انا شفت الاستاد دي منطقه ملاعب الفريق الاول وفرق الناشئين على اعلى مستوى طبعا، وفي نفس الوقت حمامات سباحه، مطاعم، حاجات كتيره الحقيقه هتتعمل داخل مبنى نادي الزمالك فرع جديد في اكتوبر والاستاد جديد. استاذ محمد نبيل، رأيك في طبعا الصورة اللي قدامنا، وفي نفس الوقت برضو ان الارض دي خلي بالك كانت سحبت قبل كده ورجعت تاني، واللي رجعها كان مرتضى منصور مع هيئة المقيمات العمرانية 6 اكتوبر. ده صحيح، يمكن انت عندك تفاصيل اكتر بالقصة دي. طبعا. طيب مبدئيا خلينا اقول ان المجمع اللي قدامنا ده حضرتك والناس كلها بتشوفه على الشاشة، والفرع رقم 2 لنادي الزمالك، هو دوت بداية تحقيق حلم كل زملكاوي ان يكون في فرع كبير، فرع اخر في مجمع يستوعب ملايين الزملكاويه اللي موجودين في مصر. الامر الثاني يا كابتن، يمكن ارجع بحضرتك شويه بالذاكره لورا، ان قصه البدء في انشاء الفرع بصوره واقعيه والبدء على ارض الواقع هو تاكيد لمصداقيه مجلس الاداره الحالي مع جمعيته العموميه. صحيح. ليه؟ لان وقت ما كان في انتخابات وكان في برامج انتخابيه، استاذ مرتضى منصور وقائمته قدمت هذا المشروع من ضمن برنامجه الانتخابي. اذا النهارده مجلس الاداره بيثبت رغم كل المشاكل اللي هو فيه والازمات اللي بيمر بيها، ان هو على العهد وعلى المصداقيه اللي هو وضعها امام الجمعيه العموميه، وبياكد لهم ان هو اهل لهذه الثقه، لم يتنصل من مسؤولياته او وعوده، وتحجج بالمشكلات والقضايا والحجز عن الارصده وكل المشكلات اللي هي ممكن تهد اكبر مؤسسه رياضيه في العالم مش في مصر بس. فدي نقطه. الامر الثاني طبعا انت عليك طبعا عارف ان الارض كان عليها مشاكل كتير، لان كان النادي تاخر في بدايه تخصيصه، كان تاخر في سداد بعض الاقساط.
وطبعا هيئه المجتمعات العمرانيه بتدي فتره زمنيه محدده صحيح. للبدء في البناء وطبعا مع توالي حل المجالس وتعيين لجان مؤقته وما صاحبها من مشاكل اداريه طبعا ده كان بيعطل سير العمل. ليه؟ لان اي عمل جديد محتاج استقرار لمجلس الاداره. طب ازيدك بقى من الشعر بيت زي ما بيقولوا، يوم الخميس اللي جاي برضو من خلال قناه نادي الزمالك بنعلن استاذ ايهاب استاذ محمد كل مشاهدينا الكرام، الخميس القادم هناك مؤتمر صحفي للمستشار مرتضى منصور داخل نادي الزمالك الساعه 8 للاعلان عن تفاصيل الاشتراكات داخل فرع اكتوبر الجديد، وهيقول بقى اول 1000 مثلا هيبقى بكام وتاني 1000 بكام، لان هو عنده افضليه بالظبط. طبعا ده نوع من انواع التحفيز للناس انها طبعًا. تروح وهتلاقي طابور طويل واقف عاوز يبقى عضو في نادي الزمالك. وده ورقم اتنين بالاضافه الى ان هو تحقيق لحلم كل زملكاوي، هو حل غير مباشر للازمه الماليه اللي عندنا. صح. انت النهارده لما يكون عندك حجز على جميع ارصتك وبتبدا تدور على مصادر اخرى للتمويل زيها زي بالظبط تاجير المحلات مثلا بتاعت نادي الزمالك، فده بيبقى ايضا نوع من انواع السيوله اللي ممكن تفك لك ازمه لحين فك الحجز على الارصده وابدا بالفعل انشاء على ارض الواقع، لان طبعا صرح زي دوت محتاج مش ملايين مليارات. حضرتك عارف النهارده الملاعب بتتكلف قد ايه والانديه عشان تطلع بالطراز اللي هو زي ما حضرتك عرضته كده في التقرير بتاع حضرتك. النهارده لما نيجي نشوف في نادي الزمالك يا كابتن الاسبوع اللي احنا فيه دوت او اخر 4 5 ايام والاسبوع الماضي، لو حضرتك طبعا متواجد كل يوم في النادي هتحس ان النادي رجعت كل يوم في النادي النادي رجعت له روح تاني بمجرد دخول مرتضى منصور يوم الخميس الماضي للنادي. الكلام دوت مش مسألة ان احنا بنجامل رئيس النادي او ان احنا عشان في قناة الزمالك بنقول الكلام دوت على ارض الواقع. النهارده كان في كم مشاكل امام الاعضاء وكان بيطلع في التقرير هنا، وكانت القناة اول من بتذيعه، سواء ايقاف الخدمة في حمامات السباحة، غلق النادي نفسه بصورة مبكرة، عدم صرف المرتبات. استاذ مرتضى دخل يوم الخميس وبدا يحل مشكله مشكله، يعني الموظفين خدوا شهر من متاخراتهم يوم الخميس الماضي، امر بتخصيص جزء من الاموال اللي هو اتصرف فيها بمجهود شخصي يعني بعيد عن فلوس النادي الرسميه، هو ده كان بمجهود شخصي او بتصرف شخصي منه واتصرف مع وزاره الشباب والرياضه. بدا يخصص جزء عشان يرجع يشغل مجمع حمامات السباحه، 18 حمام سباحه متعطلين واحنا بدانا موسم صيف وكل الاعضاء متضرره من هذا الامر. ناهيك بقى عن المشكلات اللي لا حصر لها داخل النادي خاصه بالاعضاء، زي ما حضرتك قلت كده والتقارير بتقول ناس بتشتكي ان مثلا عربات الكبار السن الجولف كار ما بتشتغلش، ناس بتقول الحمامات مش كويسه، الخدمه، كل دوت. استاذ مرتضى ترفع عن كل ما يتعرض ليه علشان خاطر مصلحه اعضاء الجمعيه العموميه. ليه يا كابتن طارق؟ هو كان في منتهى البساطه كان ممكن يستغل هذه الفرصه العظيمه اللي يثبت بيها بالفعل ان غيابه هيأثر على نادي الزمالك، لان فعلا غيابه هو أثر على النادي. ما استمرش في هذا الغياب، ترفع عن المشكلات وعن القضايا وعن مساله العزل وكل الكلام دوت، وقال مصلحه الاعضاء وطلباتهم اهم عندي من الموظفين والعمال. طبعا دول قبل كل الناس طبعا، لان دول اساس العمل جوه نادي الزمالك. الراجل دخل واجتمع مع مجلس الاداره وبداوا يفكروا في الحلول الفعليه، مش مساله يفكروا على وسيله، لا هم بداوا الحلول على طول. النهارده التقرير موجود فيه حمامات السباحه كلها شغاله، حضرتك من يومين اتعرض فيديو او لقطات للموظفين وهم بتصرف رواتبها، بدات المشكلات تتحل. النهارده انت لما بتلاقي المفروض ولاد النادي ان هم يقفوا في وقت الازمات وهم للاسف اللي بيصدروا الازمات، الراجل ترفع عن كل دوت، قال مش مشكله وضحى للمره المليون مش هنقعد بقى نعد، ورجع وبدا يحل الكلام دوت، بل بيزيد من معارضيه ومن اعدائه شعر جديد وبيت جديد ان هو بيعلن عن بدء العمل في الفرع الثاني. مين يصدق انك انت النادي المكبل بكل هذه المشكلات وما عندكش اي موارد للدخل ومحجوز على ارصدتك بتبدا تتصرف فيه اموال عشان تبدا من النهارده؟ الصوره ما بتكذبش. طبعا. طيب استاذ ايهاب، يمكن الاعضاء جمعيه عموميه الحقيقه في لفته انا بشوفها انها لفته الحقيقه يعني محترمه جدا، وتوجهوا من بالامس وامس الاول اعتقد والنهارده لدفع الاشتراكات بدري جدا عن ميعاد الاشتراك اساسا هو 30/6 المفروض. هم النهارده شعروا وحسوا ب
الازمه اللي بيمر بها نادي الزمالك، تفسيرك لهذه الحركه ايه، او هذا الشعور بالنسبه للجمعيه العموميه تجاه اداره النادي برئاسه المهندس مرتضى وايضا تجاه نادي الزمالك ككيان؟ طبعا هم التزام اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك في التوقيت دوت يعني حاجه محترمه. انا شايف ان هم اكتر ناس حاسه بالمشكله اللي كانت عندهم، واكتر ناس محتاجين في الوقت ده ان هم يدعموا نادي. انا عايز اتكلم بس كابتن طارق قبل ما نخرج من موضوع الاستاد ونادي وفرع النادي في اكتوبر. المستشار مرتضى منصور يعني اللي انا عرفته او اللي انا علمت بيه قبل ما نيجي الهوا ان هو انتهى من اصدار كافه التراخيص الخاصه بالانشاءات، يعني التراخيص من كل الجهات 16 ترخيص، بالاضافه للحصول على ترخيص باقامه العدد العديد من المولات، بالاضافه لترخيص اقامه فندق عالمي 5 نجوم هيحمل اسم نادي الزمالك. يعني الناس كانت عماله في الوقت اللي فات دوت يتكلم ويقولوا لك اصل الارض هتتسحب، اصل الاستاذ مرتضى ومجلسه ما عملوش حاجه. انا عايز اقول لك ان دي تالت قطعه ارض يخصصها الاستاذ مرتضى منصور لنادي الزمالك. كانت قطعه الارض الاولى كانت بالتحديد مكان مول العرب، يعني المول العرب ده دلوقتي معمول على الارض اللي كانت مخصصه لنادي الزمالك، وضاعت الارض على نادي الزمالك في عهد الدكتور كمال درويش بسبب عدم سداد الاقساط بتاعه الارض. واستقدم الاستاذ مرتضى منصور حصل على ارض مكانها في بعد كده في 2013 تقريبا، هقول لك بالظبط التوقيت في 2013، وبرضه ضاعت في تولي ممدوح عباس رئاسة نادي الزمالك بالتعيين في وقتها بسبب عدم سداد الارض. وفي 2020 نجح الاستاذ مرتضى ان هو اعادتها مرة اخرى، لا خصص ارض جديدة في المكان اللي انا بقول لك عليه دوت اللي هو يعتبر افضل مكان في 6 اكتوبر دلوقتي يعني. وكل مكان يجي يبتدي يعمل يعني يقول هنبتدي نحط حجر الاساس، يا يتعزل يا يتجمد يا يتحبس، ويجي الناس رغم كده يقول لك ايه، الناس طبعا اللي هي بتحاول ان هي يعني تسيء للاستاذ مرتضى او مجلس الاداره او ان هي تبتدي يعني ايه تعطل المراكب السايره، يبتدي يقول لك ايه هو ما عملش حاجه في فرع اكتوبر. طب ده عمل ايه؟ كل ما الراجل يجي يعمل حاجه تبص تلاقي تجميد، عزل، استبعاد، فكل دي امور يعني كانت صعبه وفي قدام ان انت كنادي الزمالك ان انت تعمل الفرع الثاني بتاعك. والفرع الثاني ده مش فكره ان انت يبقى عندك فرع، ان انت يبقى عندك فرع او فرعين، لا ده الفرع الثاني ده بيعمل لك استثمارات وادخار واضافه عوائد كبيره جدا 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 لنادي الزمالك، بيخليك ان انت ما تبقاش ما فيش عندك حاجة اسمها ان انت عندك ازمة مالية في اي لعبة من الالعاب. انت بالعكس انت يبقى عندك فائض يعني يكاد يكون فائض ملياري في وديعة ممكن تتعمل باسم نادي الزمالك، العائد بتاعها يصرف على كل الالعاب وعلى كل العمال وعلى كل الموظفين. فالخطوة دي انا شايف ان هي من يعني من افضل الانجازات اللي اتعملت في عهد المستشار مرتضى منصور. تمام. طيب برضو الاستاذ محمد نبيل عايز اخد راي حضرتك في يمكن الاستاذ ايهاب جاوب في حته صغيره واسهب في القصه اللي على قصه الاعضاء واللي دفع الاعضاء اللي دفعت الاشتراكات. قبل ما تجاوب روح بس شوف اراء الاعضاء اعضاء الجمعيه العموميه وترجع تعلق وتقول لي تفسيرك لاحساس الاعضاء وشعورهم بالازمه اللي بيمر نادي الزمالك، والنهارده ترددوا وراحوا الاشتراكات عشان يسددوا اشتراك برغم ان النهارده مش ميعاده، ميعاده 30/6 او بعد 30/6، لكن هم اثروا ان هم يروحوا النهارده عشان يساعدوا نادي الزمالك ويوقفوا جنب نادي الزمالك في محنته الكبيره. نروح نشوف اعضاء الزمالك بتقول ايه ونرجع نعلق مع الاستاذ محمد نبيل والاستاذ ايهاب الفولي. تقول ايه للمستشار بعد عوده الخدمات والانشطه زي حمامات السباحه؟ والله هو ابسط الامور ان نعتبر ان الروح وصلت للجسد وجات له تاني، واحنا فخورين بيه وربنا يخليه لنا ويخليه لنا على طول دوما، لانه النادي من غيره والله ولا يعمل حاجه ولا كنا بنجيه. ده طبيعي، كل واحد كبير
لازم كل واحد ناجح بيتعرض للحروب، ده شيء طبيعي. مين اللي بيحاربوا؟ الناس اللي هي ما عندهاش، فلازم هتحاربوا. فبنقول له خليك ماشي على الطريق السليم، انت صح. اشكره طبعا لان احنا المكان من غير الحمامات السباحه ومن غير الحاجات اللي هي الاطفال بتستنى الاجازه تيجي عشانها، النادي ما كانش بيجي بصراحه. وعندي اختي ما كانتش بتيجي النادي من قمه البهدله اللي كانت فيه. لا بصراحه فرقت كتير، الحمامات كانت مش حلوه، المكان كله ما كانش نظيف، كانت فيه اهمال كبير، كان فيه الدنيا كانت مبهدله خالص، كانت حسيت النادي نازل لتحت مش طالع لفوق، كله متدهول وكله فيه اهمال وكله. احنا عارفه كان بيتصعب عليا اول ما بخش النادي، مش هو ده النادي اللي احنا متعودين عليه، نظافه وكل حاجه، كل حاجه كانت فيها تغيير بجد. اقول له شكرا. الحمد لله على السلامه، احنا بنحبك طبعا جدا، وانا عارفه طيبه قلب حضرتك وبحبك جدا والله، والحمد لله على السلامه، ربنا يعينك ما شاء الله. من ساعه الحمد لله لما جيب السلامه البسين اتملى والدنيا بقت حلوه وجميله، وحسينا ان في امان، وبشكره جدا وبقول له الحمد لله على السلامه. لا احنا بنشكره طبعا على وجوده، في انجازات كتيره اتعملت في النادي، احنا شفنا النادي قبل وبعد كتير، ففي انجازات كتيره موجوده في النادي وفي افاده كتيره لينا ولاولادنا، فحابين المزيد من دوت واحنا مبسوطين بوجوده طبعا. هو بيتعرض لمؤامرات كتيره جدا بسبب نجاحه. ليه؟ انا من نادي هنا من سنه 70 عضويه، انا بتكلم بالصدق وبدون اي شيء، اعظم من مسك النادي وحقق تطويرات فيه هو المستشار مرتضى منصور، ولما بيغيب وعدم فترته لو ما كانش موجود النادي بيبوظ. وبعدين جربنا لما مشي وجت لجنه واتنين، كان النادي في حاله انهيار صائر، فاحسن من مسك النادي هو المستشار مرتضى منصور، ده حقيقه. وبيتهاجم المهاجمه دايما، اللي بيبقى صاحب حق واللي بيبقى قوي لازم يتهاجم. اقول له الف حمد لله على السلامه، وحقيقي البهجه والامان رجع للنادي تاني. معظمنا ما كانش حابب يجي النادي زي ما كانوا قافلين معظم الخدمات، كان النادي نفسه بيقفل بدري، اما كل ده بعد ما رجع طبعا كل جه تاني، وده كان بعد عوده المستشار مرتضى منصور. حقيقي عرفنا قيمه وجوده في النادي، ويعني حرفيا ده فضل كبير علينا كلنا، فبنحب نشكره كلنا جدا، بنحبك يا مستشار. فتره غيابه كنت زعلانه قوي، انا ما كنتش عايزه اجي النادي الا هما لما يجي، يعني لما رجع انا اتبسطت قوي وكنت فرحانه. انا كنت بحبه قوي، واول ما مشي زعلت قوي وكنت مش بروح النادي، واول ما رجع فرحت قوي وكنت عايزه اتصور معاه. لما هو كان مش في النادي كنا كلنا زعلانين، ولما رجع كان النادي جميل قوي من كتر ما هو جه، وكلنا كلنا بنحبه. حبيبي والله الحمد لله على السلامه، ربنا يعينك، واحنا بنشكرك جدا ان هو يعني رجع لنا حمام السباحه، والنادي يعني نور. وكان لما هو ما كانش يعني ما كان لما مشي كان النادي ما كان النادي يعني وحش. الكلام مع الاستاذ محمد نبيل عن احساس اعضاء الجمعية العمومية بما يحدث للزمالك، وايضا من ازمته المالية و مبادرتهم بان هم يروحوا يدفعوا او يسددوا اشتراكات نادي الزمالك لمساعده الزمالك في محنته الماليه جراء الحجز على ارصدته. في تقديري الشخصي يا كابتن، الموقف دوت بيحتمل رد مباشر ورد غير مباشر. بمعنى الرد المباشر، خلينا في الرد الغير مباشر الاول. الرد غير مباشر ده اعاده انتخاب لمجلس اداره مرتضى منصور. تأييد من الجمعيه العموميه لمجلس اداره. الناس شايفه قد ايه بتحارب وقد ايه بتتعطل مسيرته وبتتحط له العراقيل، فالناس خرجت النهارده وراحت على الخزن علشان تسدد الاشتراكات وتحل جزء من الازمه، كنوع من انواع التأييد المباشر وتجديد الثقه في مجلس اداره مرتضى منصور، وتقول لهم ان احنا في ظهركم ومعاكم وواثقين في اختيارنا لهذا المجلس، واحنا واثقين ان انتوا هتعدوا بالازمه وتخرجوا منها. ده سواء كان الرد المباشر او ده تفسيرك للتصرف اعضاء الجمعيه موقف الاعضاء ده موقف لازم يعني يقدر بشكل. وعلى فكره ما هو مجلس الاداره كمان هو كان سباق بالمواقف الايجابيه تجاه جمعيته عموميه، ما انا قلت يا كابتن من شويه ان هو لم يستسلم للمشكله. ده رد على ما فعله. انا عارف ان دوت دور وواجب مجلس الاداره، لكن برضو
انا ليا حدود، لما الاقي كل الحروب بتتنصب ليا وكل المشكلات بتتحط في طريقي، وانا ممكن اقول انا مش ماليش ازمه، ماليش ذنب، انا عملت اللي عليا ولكن الظروف هي اللي حكمت عليا. المجلس ما استسلمش، مرتضى منصور ما استسلمش، بيحاول بشتى طرق ان هو يخرج. فكان طبيعي جدا ان يكون في رد من الجمعيه العموميه وبيقولوا للمجلس شكرا على الجهد اللي انت بتحاول تعمله رغم هذه الازمات. فدوت كان الشكر كان على هذا الطريق. رد غير مباشر على كل من يصدر البيانات يا كابتن وذكر وزميلي الاستاذ ايهاب، وكل واحد قاعد مستني او بيتصيد مشكله او ازمه للنادي ويبث فيها النار عشان تكبر اكتر، بدل ما يكون هو بيعمل بيانات او بيقدم حلول بيساعد بيها مجلس الاداره للخروج من ازماته. لان في النهايه كل دوت بيصب في صالح الكيان اللي هو اسم نادي الزمالك ونادي الزمالك فقط لغير. لا مجلس اداره هيخلد مدى الحياه ولا مجلس اداره هياخد كل الانجازات اللي بيحققها النادي. النادي بقاله اكتر من 100 سنه توافد عليه عشرات مجالس الادارات، لكن في فرق بين واحد بيثبت للتاريخ ان هو عاشق ومنتمي للكيان، وفي واحد بيقول ان انا عاشق للكرسي وللمنصب. صحيح. وفي حد بيقدر يخش قلوب او بياخد ثقه الجمعيه العموميه بالصندوق وبطريقه شرعيه، وفي واحد بياخد المسؤوليه بالقضايا وبالمحاكم. شتان الفارق، والجمعيه العموميه قادره على الفصل بين الصنفين او بين الشخصيتين. رد على كل من بيعطل مسيره النادي وبيحجز على ارصدته، ان الاعضاء قالت احنا هنتصرف ونحل الازمه. عارف انت ست البيت الشاطر اللي بتلاقي دايما مثلا جوزها مزدوف حاجه فبتعمل جمعيه تفك بيها ازمه، ده ترجمه دي شبهها. اعضاء جمعيه العموميه نادي الزمالك بدروا ان هم يسددوا الاشتراكات مبكرا عن ميعادها، وخلي بالك ما هو ممكن يستنوا لاخر السنه وبيدفعوا غرامه بسيطه وكل الناس خارجه من موسم دراسه ودروس وكده وكل الناس مزنوقه، ولكن يعني كانوا بيحاولوا يقولوا ان احنا واقفين مع مجلس الاداره، عايزين نسند النادي بتاعنا، عايزين نخلي نادي الزمالك على قيد الحياه، نساعد المجلس. وبيشكروا المجلس وبيجددوا ثقتهم فيه، وزي ما قلت لحضرتك في بدايه التعليق ان دوت رد مباشر على اعاده انتخاب مجلس اداره مرتضى منصور وتجديد للثقه فيه. تمام. استاذ ايهاب، مناسبه البدء في غدا ان شاء الله باذن الله في العمل في فرع اكتوبر استاد الزمالك الجديد، تقدر تقول لي الفوائد اللي هتعود على نادي الزمالك من هذا المشروع؟ لا، الفوائد عظيمه. انت النهارده انت اول حاجه يعني متنفس لاعضاء الجمعيه العموميه اللي موجودين حاليا. كان في بس يعني النقطه غايبه عن الناس، ان انت النهارده نادي الزمالك طول عمره وهو بينشد ان هو يبقى عنده الفرع بتاع مدينه 6 اكتوبر واستاد. اول حاجه انت بتوسع القاعده بتاعت الملاعب بتاعتك، بدل ما انت بيبقى انت نادي الزمالك موجود في وسط كتله سكنيه. فالملاعب بتاعت نادي الزمالك سواء في اليد او في السله او في الطايره او في كره القدم محدوده بحكم وجودك في المساحه اللي عندك في نادي الزمالك. ما تقدرش تتوزع مثلا في ملاعب اليد تعمل خمس ست ملاعب، فانت عندك ملعبين او ثلاثة او اربعة، فانت محتاج، لان انت عندك قطاع ناشئين كبير جدا وعندك فريق الاول وفريق المرتبط وكذلك في السلة وفي الطائرة. فلما هيبقى عندك فرع بتاعك في مدينة 6 اكتوبر هيبقى عندك الملاعب بتاعتك لكل الالعاب، بدل الملعب هيبقى 10. ده من الناحية اللي هي التدريبات، الناحية الاستيعابية للتدريبات اعضاء الجمعية العمومية والتدريبات والحاجات دي. ده في الفرع بتاع 6 اكتوبر. صحيح. غير ان الاستاد بتاعك هيستوعب مبارياتك، مش هتأجر مباريات، مش هتأجر ملاعب تلعب فيها، مش هتأجر استاد مثلا القاهرة او صحيح. اي استاد. ده في الناحية المستقبلية. غير ان انت ممكن فيما بعد ملعبك ده تستغله تأجره يعمل لك ربحية. صحيح. بعض الاندية اللي هي ما عندهاش ملاعب اشتراكات جديدة، ضخ اموال جديدة. ما انا بص مهم جدا، عندك اصل بقى عصب الرياضة دلوقتي المال. عندك بقى يعني برضو الرافد المهم والاهم النهاردة، الاشتراكات الجديدة. مدينة 6 اكتوبر دي تعتبر مش مدينة بقى، هي محافظة، تعتبر محافظة كبيرة جدا 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 هي وضواحيها. فالنهاردة انت بتستقطب كل جمهور نادي الزمالك اللي متواجد في مدينة 6 اكتوبر والمناطق والشيخ زايد والمناطق المحيطة بيها. فعندك المساحة اللي موجودة هناك تستوعب
الاعداد اكبر من الاعداد اللي موجوده في الفرع الرئيسي اللي في 100 عقبه، فبقى عندك رافد مهم جدا ان انت عندك دخل وعائد كبير جدا. صحيح. من الاشتراك اللي هو اللي بتدفعه اول مره، ومن الاشتراك السنوي اللي بيدفع في كل سنه، ناهيك عن انا بقول لحضرتك تسجيل اكبر قدر ممكن من العماله برضو، دي مهمه جدا. الموقع ده دور الوطن كتير جدا يعني بتحتاج للعمل في الوقت الحالي. بص لازم ندوس على حته الموقع ديت، لان ناس كتير مش واخده بالها موقع نادي الزمالك في المنطقه اللي موجود فيها ده، انت بقيت في قلب يعني انت في يعني انت بينك وبين الجيزه 5 دقائق، بينك وبين يعني الطريق اللي اتعمل الجديد اللي هو الطريق السياحي مع طريق الترسه اللي هو جاي من الهرم، انت نادي الزمالك كان بالظبط في يعني كانك في الجيزه. هيحيي المنطقه كلها على فكره، يعني وسهل الوصول ليه. لا المنطقه لا المنطقه كمان متميزه جدا 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 جدا، افضل منطقه في مدينه 6 اكتوبر حاليا. منطقه انت في المنطقه اللي هي الجنوبيه ديت اللي هي بتاعت مدينه الانتاج الاعلامي، وانت رايح بقى على الهرم وكده، حدائق اكتوبر بقت من افضل المدن، من افضل المناطق في 6 اكتوبر، فانت في مكان متميز جدا جدا. المساحه نفسها اللي موجوده، يعني المساحه بالموقع بتاعك اللي هو الفندق اللي انت هيتعمل الفندق الخمس نجوم ده، انت موجود في قلب المنطقه السياحيه. انت عندك المتحف المصري الجديد، انت بينك وبينه ما فيش، عندك جامعه زويل بينك وبينها ما فيش، انت تعتبر في منطقة اللي هي يعني المنطقة الاستثمارية، يعني في أغلى منطقة في أكتوبر دلوقتي. فالدخل بتاعك من كل حاجة بقى، سواء الاشتراكات أو العضويات الجديدة أو الاستفادة من المولات اللي موجودة، ما أنت المولات دي لما هتتعمل في مكان متميز غير لما هتتعمل في مكان أقل تميزا. صحيح. فأنت موجود في مكان متميز، فالعوائد اللي هتبقى دخل نادي الزمالك عوائد ضخمة جدا جدا. يمكن ده هو أهم مشروع، يعني ده يتقال عليه ده يطلق عليه مشروع القرن لنادي الزمالك. تمام. اكيد طبعا في علينا احاديث اخر مع ضيوفنا الكبار الاستاذ محمد نبيل الاستاذ الفولي، ولكن بعد الفاصل.
بتقول ايه لسياده المستشار بعد صرف المرتبات رغم الحجز على ارصده النادي؟ سيبوا مرتضى منصور في حاله، عشان هو اللي بنى النادي، هو اللي جاب الدوري، هو جاب الكاس وكل حاجه. المستشار النادي ما ينفعش يمشي بيه الا المستشار، رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، وبيقبضنا. النهارده قبضنا الحمد لله، دفعنا الايجار، دفعنا المدارس، دفعنا كل حاجه، الحاجات اللي كل واحد بيستلفها دفعها. المستشار بصراحه بيعمل معانا كل حاجه، مش عارف، خير وجدع وبيحب العمال، هو بيحب العمال وبيحب النادي، محدش بنى النادي الا المستشار. طبعا بشكر سياده المستشار على القبض رغم الحجز على الارصده، وانا واحده من الناس ما كنتش لاقيه شغل بره والمستشار شغلني. هشكر سياده المستشار طبعا ان هو قبضنا، ما كنا من غيره ما كناش لاقيين ناكل ولا نصرف ولا اي حاجه. انا واحده خدت شهر بدون مرتب عشان ما كنتش لاقيك. ربنا يعينك على انت فيه فعلا، وانا لازم الدوله تقف مع الراجل ده، والله راجل فعلا محترم في ظل الظروف دي قدر يقبض الناس دي كلها بعد الوقفه الكبيره دي. العدد بتاعه دايما بتضيف اضافه جامده جدا للنادي، شايف ان الاعضاء فرحانين والعمال فرحانين وكل الناس فرحانه والجمهور بره فرحان وكل الناس فرحانه. انا دايما والله دايما بقول له فعلا والله انت درع وسيف نادي الزمالك فعلا، وبقول له دايما يعينك على اللي انت فيه دايما. هو مرتضى منصور دايما واحد بس، والله بنشكره جدا. احنا كنا من غيره الثلاث شهور دول ولا اي حاجه، واحنا انا بشكر حضرته. وهو لما جه كل الدنيا اتحلت معانا وبقينا مبسوطين وكل مشاكلنا اتحلت. صراحه اشكر سياده المستشار جامد جامد جامد، الموظفين من غيره ولا حاجه. نقول له متشكرين قوي يا ريس، وكل سنه وانت طيب، بنظري العيد الكبير والحمد لله على السلامة، وانت منور النادي والعالم كلها بتبقى فرحانة لما بتكون موجود، ولما بتكونش موجود يا ريس الكراسي حتى بتعيط والترابيزات بتعيط. انا بتكلم جد وبتكلم من قلبي والله. يعني سيادة المستشار مرتضى منصور يعني دون الرجل الوحيد اللي بيفرح الغلابة وبيفرح العمال وبيفرح الناس كلها بمجيه. انا والله عن نفسي انا اقول لك انا مش عايز اقضي، انا عايز المستشار. هو مش غريب على المستشار مرتضى منصور، وعد ان هو يوم الاحد هيكون كله قبض، وان شاء الله الحمد لله كلنا قبضنا النهارده يوم الاحد وزمايلي كلهم بيقبضوا. ودي مش غريب على المستشار مرتضى منصور، انه دايما بيوفي بعهوده ودايما شايف العمال والناس البسيطه، لانه عارف هو الراجل يعني هو مننا، احنا بنحس ان هو واحد مننا مش رئيس نادي. يعني وجوده في النادي يعني ما بحس ان النادي ما فيش فيه ازمات، ما فيش فيه مشاكل. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يعني الـ 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 الفيديو اللي اتذاع من شويه ده بيتحدث عن نفسه. يعني انت بتتكلم على طب ما هم كانوا بيقبضوا مثلا في المجالس السابقه الموظفين والعمال كانوا بيقبضوا، بس في ظروف وساعات طبيعية. كتيره جدا ما كانوش بيقبضوا وفي ظروف طبيعيه الكلام اللي بيقولوه يعني الحقيقه كلام ده طالع من 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 احساسهم بان الراجل بيتعب عشانهم وبيحاول يدبر الفلوس برغم ان الظروف غير طبيعيه بالمره زي ما انت قلت. صحيح. ومفيش عندك فلوس، ما عندك الارصده. ما هو بص يا كابتن، ما هو حضرتك انت قلت ان الرياضه النهارده واي مؤسسه رياضيه ده اصبحت مؤسسه اقتصاديه مش مجرد ممارسه رياضه او تحقيق بطوله. انت من غير دعم مادي وصرف انت عمرك ما هتشتغل. لا على موظفين بقى وعمال ولا على اجهزه تدريبيه ولا على لاعبين. انت النهارده يا كابتن المفروض بدات تحط الخطه بتاعتك مع اوسيريو علشان تدعيمات الصيف. طب النهارده لما تيجي تتكلم مع لعيبه او مع انديه فين القدره ان انت تحط الفلوس جاهزه علشان خاطر تبدا تتكلم وانت عندك ثقه في ان انت تتعاقد مع اللعيب اللي انت عايزه؟ ما هو كل دوت ازمات. فطبعا النهارده لما يجي العمال والموظفين بيتكلموا بهذه النبره او بهذه اللهجه هم بيتكلموا بيها بحرقه. ليه؟ لان هم عارفين ان المجلس والاستاذ مرتضى حاسين بيهم. هو راجل ما عندوش اي حاجه يقدر يعملها اكتر من اللي بيعمله. لا اصل في ناس بتقولك ايه؟ ما انا قلتها في الانترو على فكره. قلت يا جماعه طب ما واحد يقول لك طب يا جماعه الناس دي حقها تقبض وبتاع، ماشي اوكي لما تبقى الظروف طبيعيه. وانا مش قادر ادبر فلوس وبعدين اجري هنا وشمال ويمين لغايه لما اجيب فلوس للناس دي، ما دي برضو حاجه من المفترض ان انت تقدرها كراجل موظف
عندي ان انا بتعب وبحاول اجيب لك قوت عيالك وقوتك في ظل ظروف قاسيه انا مش يعني ايدي مغلوله. بص يعني على الناس ديت هي دي ده الفرق ما بين ايه؟ ان انت كنت قبل كده ان الطبيعي ان انت تديله ده الطبيعي وان دي مش حاجه كبيره قوي بالظبط بس في فرق كبير جدا بين انك انت مش قادر تورد او تجيب الموارد اللي انت تصرف بيها وتدي الرواتب وفرق بانك انت محجوز على مواردك. فرق كبير قوي. انت النهارده لو مجلس اداره نادي الزمالك دوت ما فيش اي حجز على الارصده والامور طبيعيه وما بيدفعش او ما بيصرفش الرواتب سيحاسب امام الجمعيه العموميه. انما فرق كبير جدا ان انا فلوسي موجوده وملايين موجوده في البنوك وانا مش عارف اتصرف فيها. صحيح. هو ده اللي بنتكلم فيه، ده اللي بنتكلم فيه ان هم بيحاولوا يتصرفوا باي طريقه وباي وسيله علشان على الاقل الناس دي تعرف تصرف على بيوتها وتفضل فاتحه بيوتها وعايشه. حضرتك من شويه بتتكلم على الفرع الثاني والصرح الرياضي اللي المفروض يتبني. وذكرت فيه جمله مهمه جدا ان هي هيبقى فيه فرص عمل وده الدور الوطني اللي بيقوم ده الفيديو بتاع وضع حجر الاساس ل من فتره نادي 6 اكتوبر فرع الزمالك والاستاد الجديد طبعا مستشار مرتضى مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. الكلام ده من كام سنه يا جماعه؟ 3 سنين ولا 4 سنين؟ 3 يعني كان في الوضع الطبيعي حوالي سنتين ثلاثه اعتقد. يعني كان في الوضع الطبيعي النهارده بداوا يفكروا في الفرع الثالث لو احنا كنا بادئين بقى من الفرع لو ظروف طبيعيه بقى مفيش تجميد مفيش عزل مفيش وهو كابتن اللقطه حجز على الارصده كان زمانك دلوقتي انت في حته ثانيه فعلا. اللقطه العشوائيه دي استفزت بعض اعضاء النادي اللي وقفتك. لا انت ازاي هتبني الفرع الثاني؟ ازاي هتبني صرح رياضي كبير يحمل اسم نادي الزمالك؟ لا عطل اعزل مجالس الاداره، عين لجان مؤقته، احجز على الارصده، اخلق العراقيل، اخلق كل حاجه. انما النهارده لما يجي الفرع الثاني بقى يبدا يتم الـ فعليا يبدا الشغل فيه. حضرتك دور المجتمع مهم جدا بيقوم بيه نادي الزمالك ان هو بيفتح فرص عمل للناس. سواء بقى موظفين وعمال او اجهزه فنيه. حضرتك في حلقه من الحلقات كنت بتتكلم عن بدء الاختبارات لنادي الزمالك وكنت بتتكلم عن الاكاديميات الرسميه اللي بتحمل اسم النادي. ودي مجرد يافطه على ملعب مؤجر في بعض المحافظات علشان الاولاد يختبروا فيها. مجرد اسم النادي على يافطه يا كابتن جذبت مئات الالوف من الناشئين علشان يروحوا لاسم نادي الزمالك. ما بالك لو كان بقى صرح رياضي على ارض الواقع وباسم نادي الزمالك هيجذب قد ايه من المواهب ومن الاجهزه الفنيه المختلفه؟ هيجذب قد ايه استثمارات؟ انت النهارده الصرح دوت مش هيبقى حكر فقط على فرق نادي الزمالك او الفرق الاولى او الناشئين. صحيح. لا انت ممكن تستفيد الملعب الاستاد الرسمي، انت ممكن حضرتك تاجره الفرق هي مش قادره تدفع ايجار استاد القاهره او ملاعب غاليه او هي بتحب او شايفه ان هو ملعب جديد وذو جوده هتبدا تستفيد منه. الفندق اللي سيتم انشاؤه خصوصا خاصه للعيبه اللي هي بتبقى فيه عندها معسكرات انت ممكن برضه هيوفر الاف الجنيهات على الزمالك وملايين طبعا. ممكن أكيد. كمان تفتحه للفرق الاخرى وحابة تعسكر عندك. صح. انت اصبحت كمان ممكن قبله للفرق العربيه التي تيجي تعمل معسكرات في القاهره ان هي تخش جوه نادي الزمالك عندها الاقامه والملاعب في نفس المكان. صحيح. استاذ ايهاب الصوره بتاعت الحجر الاساس دي انت عارف ايه حصل بعدها؟ المجلس ده اتجمد. ايوه انا يعني بعدها بشهر والله يعني الراجل حط حجر اساس فاهم؟ طيب. وخلاص هنبدا في العمل بتاع وحتى على فكره لما دعانا في نادي الزمالك مره من المرات بعد ما حط الحجر الاساس ده كان محطوط فيديو للمنشآت وان الناس نزلت تقريبا شركه من الشركات في تعاقد شركه وطنيه احد الشركات نزلت الموقع وعاينت وكلام ده. المجلس بعد شهر اتجمد بعد ما الراجل عمل الحجر الاساس ده وكان سبحان الله. طيب. يعني دائما ابدا لا ستوب انت عارف انت حاجه كده يعني. طيب التجميد ده اضر بنادي الزمالك مش بتوقف ال طبعا الزمالك كله اضر نادي الزمالك. انا بكلم دي حاجه حاله من ضمن الحالات. انا جاي لك هشرح لك اتفضل. يعني اضر نادي الزمالك في ايه التجميد ده اللي حضرتك انت جبت الصوره دي وقلت بعدها بشهر. طيب انت وقفت كل الاعمال في فرع نادي الزمالك. صحيح. النهارده الاستاذ مرتضى منصور تعاقد مع مهندس استشاري كبير مهندسين بعقد قيمته 3.5 مليون جنيه عشان يعمل الرسومات الهندسيه الخاصه
بالفرع الجديد. يعني انت بالفعل بدأت على ارض الواقع. على ارض الواقع لجنة من كلية الهندسة راحت وعينت الارض عشان تعمل المجسات بتاع تربة. مجسات بالتأكيد طبعا ليس عشان تعمل ده رسمي يعني. شوف اكيد اي ملعب او اي مقر انشاء لازم يجس التربة وشوف مدى تحملها. طب هو بدأ ولا ما بدأش؟ لا احنا بنقول الاجراءات بقى الرسمية الفعلية، الصرف الصحي والحاجات اللي هي المية والحاجات اللي هي البنية التحتية بدأت تطلع التراخيص بتاعتها رسمية. التجميد بقى أضر أعضاء الجمعية العمومية، إن أنت النهاردة كنت بتفكر إن أنت هيبقى ليك فرع جديد في مدينة 6 أكتوبر، ما بقاش عندك الفرع ده وتأخر فترة طويلة. طب أضر بإيه؟ جات لجنة معينة بعد التجميد، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، جت لجنة معينة برئاسة حسين لبيب. عمل إيه حسين لبيب؟ كان في حاجة اسمها التوابع. التوابع دي موجودة في نادي الزمالك، عملها المستشار مرتضى منصور. يعني التوابع اللي هو الأب يعني والأم، والأم والأخ كده يعني. لما بنى مثلا عامل عضوية اتابع أخويا أو اتابع والدي كده. تضيف الأب، تضيف الأم، تضيف الـ 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 الأخت اللي هي عايشة مثلا معاك لو عندها ظروف خاصة، مطلقة أو كنت. الأستاذ مرتضى كان عاملها ب 350 جنيه، جه رفعها الأستاذ حسين لبيب خلاها ب 1000 جنيه. كان عامل إضافة اللي هو ضم الزوج او الزوجه او الابن اللي هو كبير. يعني مثلا لو زوج عضو في النادي وعايز يضيف زوجته، او زوجه عضو في النادي وعايزه العكس، او الابن اللي هو تجاوز السن فكان بينفصل عن عائلته. بينفصل. الاستاذ حسين لبيب رفع قيمه الزوج والزوجه والابناء اللي هتنفصل ل 30000 جنيه. ل 30 هي كانت كام قبل كده؟ كان الاستاذ مرتضى عاملها تقريبا ب 6000 جنيه او النهارده 6000 ل 30000. فالاستاذ مرتضى بصفته رئيس اللجنه العليا للاشتراكات في نادي الزمالك في الفتره الحاليه عمل حل للمشكله دي، لان في طلبات كتير جدا بتطلع عشان عايزين يعني اللي ابنه اتفصل او ابنه هيتفصل هيضيع عليه الضم، اللي معاه زوجته عايز يضمها فانت على ما تعمل لائحه جديده. فالاستاذ مرتضى بصفته رئيس اللجنه العليا للاشتراكات خد قرار لغايه 15/6 اللي هو احنا فيه ده، عمل رجع التوابع ل 350 بدل ال 1000 اللي عملها حسين لبيب، وخلى ضم الزوج والزوجه والانفصال الابناء ب 6000 بدل من 30000. يا بلاش والله. يا بلاش لغايه 15/6. انت بتعمل عضويه جديده ب 6000 جنيه. عضويه جديده. فده اللي خلي فيه اقبال انت شايفه على الاشتراكات، اقبال شديد جدا. بالاضافه ان الاعضاء زي ما حضرتك قلت، كان الاستاذ مرتضى منصور في المؤتمر اللي عمله كان قال للاعضاء انا مش هعمل قروض، وانتوا المفروض كاعضاء جمعيه عموميه لغايه 15/6 اللي هي يعني انت هتيجي تدفع فلوس مش هيبقى فيه غرامات عليك. صحيح. بعد 30/6 في غرامه. بعد 30/6. فعشان كده فالاستاذ مرتضى عمل الخصم ده لغايه 15/6 لحين اعداد اللائحه، لائحه النظام الاساسي بتاعت نادي الزمالك. اللائحه عشان الناس برضو ما تقولش انت بتخالف اللائحه النظام او الكلام ده. اللائحه هيتم فيها ان التوابع هيبقى ب 350 جنيه. اللي هو الضم هيبقى ب 6000 جنيه. طيب افرض الاعضاء الجمعيه العموميه ما جوش او ما اقروش اللائحه دي، يبقى اللي دفع 6000 هيرجع يدفع يكمل ال 30000 جنيه بتوع حسين لبيب، واللي دفع 350 يكمل ال 1000 بتوع حسين لبيب. طب اللائحه جت والاعضاء حضروا اقروا اللائحة النظام الأساسي بقيمة اللي عامله أستاذ مرتضى ومجلس الإدارة اللي هو 350 للتوابع و 6000 للزوج والزوجة، يبقى خلاص ما حدش هيدفع حاجة، وتبقى دي لائحة النظام الأساسي المعمول بيها في نادي الزمالك بعد كده. إلى ما شاء الله إن أي ضم لزوج أو زوجة هيبقى ب 6000 جنيه، أي انفصال ابن أو ابنة هيبقى ب 6000 جنيه، إضافة الأب أو الأم أو الأخت اللي هي لائحة نادي الزمالك كانت قبل تجميدها 350 أعتقد هيبقى ب 350. فهو ده اللي عامل الإقبال اللي حضرتك شايفه على والحالة داخل الأعضاء وشعورهم تجاه مرتضى. وبرضه في عايز أقول لك على حاجة، كانت أعضاء نادي الزمالك راحت اتوجهت للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
اشتكوا ان نادي الزمالك بيتقفل الساعه 10. بيتقفل الساعه 10. فالدكتور اشرف صبحي قال لهم لائحه الانديه خاصه بالانديه، لائحه الانديه وفقا لوزاره الشباب والرياضه هي اخر الابواب بتغلق الساعه 10. ده فطب قالوا له الاستاذ مرتضى كان بيقعدنا لغايه واحده بالليل، قال لهم ده كان على مسؤوليته الشخصيه، لكن المدير التنفيذي بتاع النادي ما يقدرش يتحمل ان هو يفتح ابواب النادي لان هو موظف تنفيذي مش عضو مجلس اداره ولا رئيس نادي، منتخب مش صاحب قرار. فلما الاستاذ مرتضى رجع يوم الخميس واتكلم في النادي قرر على مسؤوليته الشخصيه ان هو يفتح الابواب للاعضاء لغايه الساعه 12، وبتوصل ساعات بعد يوم الخميس والجمعه لغايه الساعه لوحده لوحده. تمام، حاجه جميله جدا طبعا، وشعور طيب من الاستاذ مرتضى ليه تجاه اعضاء الجمعيه العموميه. استاذ محمد، يمكن بعض الشائعات بدات بقى ايه تنال بعض الجانب بقى الرياضي، يعني تتكلم على ده فلان هيمشي، ده فلان الراجل استقر عليه، والراجل عنده ماتشات لسه، موسم مخلصي، عنده مباريات في البطوله العربيه، عنده مباريات في الدوري العام، عنده كاس مصر، عنده لسه بطوله الموسم لسه لم ينتهي، وبدات الاشاعات ده فلان هيمشي، علان بتاع ده، مش حاجات اللي هي ايه بتظهر دائما وابدا اخر الموسم مع نادي الزمالك. الطبيعي بتاعها الاشاعات يعني ده وقتها يعني. بص يا كابتن، رايك في القصه دي ايه؟ ده طبيعي، احنا اتعودنا على الكلام دوت ان طول الموسم مش دلوقتي بس، ده طول الموسم شغالين، فلان هيمشي، فلان هيفسخ عقده، فلان مش عارف بياخد، زي قصه تسريب العقود بالظبط كده يعني، ما هي نفس القصه. انما النهارده لما تيجي تشوف الجهاز الاداري وازاي قافل على فرقته، وازاي ان هو في مرحله تقييم حقيقي، انا حتى كنت بكلم كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره وبكلمه وبقول له الدنيا ماشيه ازاي، قال اتفقنا مع مجلس الاداره والمدير الفني ان تقديم التقرير واعلان مثلا الناس اللي هتمشي او الصفقات اللي هتيجي مع الجوله الاخيره للدوري. قلت له مع الجوله الاخيره؟ قال لي مع الجوله الاخيره. قلت له طب ليه؟ قال لي النهارده دلوقتي هي كلها اجتهادات على فكره. طبعا بس هم بياخدوها في اتجاه ايه؟ الشائعات هو عايز يفك الفرقه. اه بالظبط، هو عايز يفك الفرقه. تاثير على الفرقه نفسها. بالظبط تاثير، بس ده المفروض بقى نرجع هنا نقول دو خبره اللعيب نفسه، المفروض اللعيب ما يسمعش للكلام دوت، اللعيب النهارده اللي جوه الفرقه لازم يركز في حاجه واحده فقط لا غير، ان هو يوري الراجل افضل ما عنده علشان يكون موجود ويكون جدير بالاستمرار في القائمه للسنه الجديده، لان الراجل دلوقتي لما جاي باجنده محدده سواء بقى بتغيير اطاله اللعب او باختيار القائمه بتاعت الموسم اللي جاي، ما احنا طبيعي مش هنحاسبه على الكام شهر الحاليين، لان هو جاي لاعاده ترتيب البيت من جوه. هو عنده قناعات محدده في فكره الخططي، وانا طبعا بحييه ان هو مصر ومصمم عليه، لان هو عنده قناعه بيه وعنده قناعه ان عنده امكانيات في لعيبته تقدر تنفذه. ان في ناس كثيره بتنتقد وتقول الطريقه دي ما تنفعناش، عاوزه لعيبه من نوعيه لعيبه اوروبا، لا هو راجل شاف اللعيبه وقدر يقرا امكانياتهم ومستواهم وعنده ثقه فيهم. نرجع للقصه الثانيه ان هي قصه الشائعات، طبيعي جدا ان الفرقه هتطلع لها كام إشاعة كده على مدار الأيام ديت والأيام اللي جاية، وهتلاقي كمان الناس اللي هي عايزة تسوق، يعني في بعض الوكلاء عاوزة تسوق لعيبتها فبتربط اسمها باسم نادي الزمالك، يقول لك نادي الزمالك بيفاوض النادي الفلاني عشان يضم فلان، وتلاقي نادي الزمالك أصلا عمره ما شاف اللعيب الفلاني. ما هو دي قصة برضو من ناحية تانية، إن الوكلاء عاوزة تسوق لعيبتها. إنما النهاردة لما تيجي إن شيء كل شيء في سيستم وفي تنظيم وفي مواعيد محددة، هو قال لهم إن دلوقتي في مرحلة تقييم، هو مش ممكن هياخد قرار برحيل أو بقاء أي لاعب إلا لما أشوفه. بالظبط. وفي بعض اللعيبة بدون ذكر اسمهم مثلا الجمهور ما اقتنعش بمستواهم أو غير مقتنع بمستواهم حتى الآن. ما ممكن يكون راجل مقتنع، حد عارف؟ هو بيدي لهم الفرصة لحد دلوقتي. أنا بقول لك حد ما عارف. وبيشركهم في المباريات لأن هو عمره ما هي. وياما حصل الكلام ده. وطبيعي، ما ممكن يكون لعيب عنده ضغوطات أو ما كانش لسه متأقلم أو عنده أي ظروف ما لسه ما طلعش إمكانياته، فالراجل بيدي كل اللعيبة فرصة لحد آخر مباراة، وهو عنده فرصة عظيمة جدا إن هو بيختبرهم وسط مباراة رسمية تحمل كل الضغوطات. ليه؟ لان النهارده انت النهارده لما بتلعب مباراه رسميه وبتقدر تخرج منها بتجارب بعد ما انتهت مثلا المنافسه على اللقب، فانت دي ميزه ثانيه ليك. هو كان زمان المدربين بيعملوا مباريات وديه علشان يقدروا يجربوا فيها اللعيبه اللي مش قادر يديها في الماتش الرسمي، لان النهارده هو عنده ميزه بيشرك كل اللعيبه علشان يقدر يستقر على اللي موجودين او الرحيلين في نهايه الموسم. ودي على فكره اشاعات يا جماعه واجتهادات على فكره، لم يحدث ان خرج اي مسؤول داخل فريق كرة قدم أو من نادي الزمالك من إدارة النادي
ان في هناك سين او صاد من لعيبه هيمشي وسين صاد موجود، مفيش الكلام ده خالص. الراجل لسه موجود وعنده بطوله عربيه مهمه جدا وعنده دوري عام شغال فيه، بيسعى ان هو يتحرك للامام شويه، عنده كاس مصر، عنده بطولات، محدش يقدر يتكهن ولا يقول سين او صاد. انت حضرتك بتجتهد علشان تقول فلان ماشي وعلان ماشي، ده رايك الشخصي وليس راي اي بني ادم داخل نادي الزمالك. من ضمن الشائعات برضه استاذ ايهاب اللي اتقالت الفتره اللي فاتت، الواقعه اللي حصلت ما بين زيزو ودونجا، قال لك طارق يحيى بيقول الحاجات دي عاديه في اوروبا. انا اقسم بالله ما شفت الواقعه ولا اعرف عنها غير امبارح مثلا، اول امبارح يعني ما شفتهاش وما اعرفش ايه اللي حصل. يعني انا ما كانش عندي درايه باللي حصل في الماتش ايه، فوالله العظيم لقيت لك واحد طالع او كذا موقع بقى، انت عارف مواقع الكتر ده، يقول لك ايه طارق يحيى بيقول الحاجه دي عاديه جدا انها بتحصل في اوروبا. انا ولا قلت الكلام ده ولا علقت على الواقعه ولا اعرف بيها غير امبارح او اول امبارح بالكتير، فاهمني؟ لان ما كنتش شفت الواقع اساسا اثناء الماتش. فكان بتطلع اشاعات وشائعات كتيره جدا يا استاذ علاء، وده يمكن سيستم كده، تحس انه زي ما قال استاذ محمد ماسوره ضربت موسم. لا ما هو تصريحات غريبه وافتكاسات كده غريبه. بس هي للاسف السوشيال ميديا بدات تدار او بيتم استعمالها بشكل خاطئ، بيتم ترويج شائعات ويتم عمل ازمات واختراق ازمات وضرب تصريحات وفبركه كلام. هو مركز معاك، يعني هو مركز مع نادي الزمالك صحيح، فعايز يعني يعمل الترافيك بتاعه، عايز يعمل يعني ياخدك في حته كده ان هو ايه يضغط عليك، احنا ما بتضغطش علينا، فاهم؟ يجي طب هات قناه الزمالك وهات قناه الاهلي، ما هو انت اللي بيعمل عليك الكلام دوت او اللي بيحط عليك السبوت ده اهلاوي ماشي، اللي هو بينتمي للنادي الاهلي، يتريق على قناه الزمالك. تيجي تبص على قناه الاهلي فيها العبر، فيها العبر من مكبرهم لمصغرهم. طيب هو شايف جاي عندك انت، بيحاول ان هو ايه يختلك معنويا، بيحاول ان هو يضغط عليك، يجي مثلا ايه يتريق على الناس. طب انا عايز اسالك سؤال، محمود الخطيب في ازمه الساعات وازمه الولعات وازمه الدولارات، في حد في قناه النادي الاهلي طلع اتجرأ وقال عيب ما يصحش؟ طلع قال، مش هقول طلع قال احنا ما خدناش، ولا حد فتح بقه. في حد من الجمهور طلع قال يا اللي خدته ساعات؟ طلع قال يا اللي خدته يا اللي فضحتونا؟ ولا فتح بقه. هم شايفين ايه؟ الاعلاميين اللي هناك اعلاميين جمال، ابراهيم المنيسي جميل، ياسر عزت جميل، علاء عزت جميل، ايمن شوقي جميل، كل الناس اللي هناك حلوه. الناس دي قالت حاجه؟ حد فيهم طلع فتح بقه وقال كده عيب؟ حد فيهم طلع وسبق قال على المايك قال انا ما ينفعش نشتغل في قناه رئيسها بيتهان؟ طب احنا رئيس نادينا ما حد، بالعكس ده الراجل لما طلع في مداخله قال لك ده بيعاملني الند بالند، انت واخد بالك؟ لكن للاسف اللي عينه مكسوره تملي شايف ان الناس يعني بيحاول ان هو ايه يغلط في الناس. لا احنا عايزين يبصوا لنفسهم الاول اكيد قبل ما يحاولوا يطلعوا اشاعات، لان بدل ما يطلع عليك اشاعه ما البلاوة عنده، ما البلاوة موجودة، هو مش محتاج يطلع شائعات عليك، هو عنده في اللي مكفيه. اوكي اكيد اوكي اكيد اوكي. حبيبي يا الذهاب، حبيبي يا كابتن مصر، شرفت ونورت يا الذهاب. الله يخليك يا كابتن مصر. حبيبي حبيبي يا كابتن، شرفت ونورت يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا كابتن، ودايما كده دايما ان شاء الله نتقابل على خير باذن الله. خلص حياتي النهارده من زملكاوي، بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، خالص تحيات فريق العمل بالكامل، وخالص تحياتي طارق يحيى. لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، لكن اخترنا الزمالك نادينا. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.